من داخل معامل المدينة الجامعية طلبة. كان لنا اللقاء مع الأستاذ أحمد العنتبلي مدير عام المدن الجامعية والأستاذ خالد عاصم مدير المدينة الجامعية. أهلا وسهلا بسيادتك. أهلا بك. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. عايزين نعرف أستاذ أحمد استعدادات المدينة الجامعية طلبة لاستقبال طلاب الثانوية العامة والقبول بالتنسيق 17-18. الحقيقة احنا من زمان أول المدينة تشتغل معمل التنسيق بتاعها، وكان فترة انقطعت، لكن الحمد لله السنة دي رجع الشغل تاني. عندنا 33 جهاز حديث بالطبعات، في مجموعة من الموظفين على دراية كاملة بأعمال التنسيق، أكتر من 10 سنين كانوا شغالين فيها، جاهزين من كل حاجة بإذن الله لاستقبال الطلاب. أستاذ خالد عاصم، عايزين نعرف من حضرتك المعمل بيسع كم طالب، وفترة الصباح ولا في فترة مسائية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عندي المعمل أصلا مجهز، عندي 33 جهاز زي ما الأستاذ أحمد طبعا قال. ال 33 جهاز دول بيعملوا بكفاءة عالية جدا جدا، وعندي طبعا في ناس على كفاءات عالية، والأستاذ إبراهيم الدويك اللي هو رئيس وحدة المعمل، وعندي موظفين اللي هم الكمبيوتر وموظفين النت أصلا شغالين كويس جدا، وهم في استقبال كل طالب بيخش بيسهلوا له كل الاجراءات وبيقابلوه مقابله سريعه وبيخلصوا له بسرعه. من اول بوابه، من اول ما بتخش من على بوابه المدينه نفسها، في احنا منبهين على بتوع الامن، وفي علامات وفي اشارات متوضحه. اول ما بتخش بالجهاز، اول ما بتخش من الباب المدينه، الطالب بيبقى عارف مكانه ازاي، بيتوجه على المعمل، بيتوجه على فين بالظبط، بيخش بيكون باستقباله طبعا بيبقى فرد الامن واقف على الباب بيستقبله، واول ما بيخش من فرد الامن بيقابله طبعا المسؤول جوه الوحده، قبله بيقعد وبياخد معاه بياخد البيانات كامله وبيعمل له كل الاجراءات بتاعته كامله، وبيقوم الطالب لو في حد حسب اي تعديل ولا اي حاجه بيحاول يغيرها له يعني. لكن عندنا كل الامكانيات متاحه، والعناصر البشريه كلها موجوده زي ما انت شايفه، كلهم موجودين زي ما انت شايفه، كل الناس موجوده، فالحمد لله رب العالمين. الحمد لله ان احنا طبعا قدرنا ان احنا نشغل المكان ده بعد الفتره اللي احنا قعدنا فيها 5 سنين كان مقفول فيها. عايز اسال حضرتك بعد طبعا المعالي الاستاذ الدكتور طبعا نائب رئيس الجامعه، والاستاذ الامين العام، والاستاذ الامين المساعد، كل ده طبعا بتوجيهاتهم هم وتعليماتهم هم، احنا شغالين يعني. حضرتك بعد انقطاع 5 سنين لمعمل المدينه طلبه، هل الاجهزه بتعمل بنفس الكفاءه وسرعه الانترنت وكل دوت موجود زي ما هو بنفس الكفاءه، ولا الفتره اللي انقطع فيها؟ هو احنا الاجهزه جديده لسه محطوطه السنه دي، الاجهزه القديمه احنا استبدلناها الحمد لله، وزي يمكن راحت مكانها لبعض الاقسام، لكن لغرف النت، وعندنا اكثر من غرفه نت، بس السنه دي احنا من البدايه فقلنا التنسيق يبدا بالمكان دون. الاجهزه كلها اول سنه تشتغل او اول شهر كمان تشتغل، الاجهزه حديثه يعني. وانا بعرف كمان ان هي يعني شغاله على طول، يعني في استمراريه، لانها كمان احنا مشغلين معمل ده للعام الدراسي طلبه المدينه، فهو شغال 24 ساعه شغال، فعشان كده الاجهزه شغاله وبتعمل بكفاءه عاليه. كفاءه النت كويسه، ما فيش انقطاع وما فيش لا، ولو في اي حاجه طبعا عندنا ناس هنا على طول ما بنتصل على طول بالشبكات والشمعات. وطبعا استاد الزملاء الموظفين مؤهلين طبعا كلهم، لان المدينه الجامعيه معروفه هي اصل التنسيق من بدايه احدث موظف فيهم هنا تجاوز ال 10 سنين خدمه، فالناس الموجوده كلها قديمه ودي مهنتهم وشغلتهم. المعمل هيشتغل طول فترة التنسيق الثلاث مراحل والدبلومات وكل ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله فترة كاملة ان شاء الله. والمعمل زي ما بقول لحضرتك اصلا مجهز لطلبة المدينة، واحنا كمان في فترة الصيف فبنستخدمه ونستغل الفرصة وبنستخدمه للتنسيق يعني. عودا حميد لمعمل التنسيق بجامعة عين شمس، وكل سنة وحضراتكم طيبين، ولا احنا سعداء جدا بيكم وسعداء ان المعمل فتح من اول وجديد. دايما وابدا يا رب، دايما وابدا. شكرا لكم، السلام عليكم، مع السلامه. وكان لنا هذا اللقاء من داخل معمل المدينة طلبة بعد فترة انقطاع طالت مدة 5 سنوات وعادت بفضل قيادات الجامعة الحديثة. شكرا لسيادتكم وإلى اللقاء.